السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا صفحة 31 كتاب فضاء الرياضيات المستوى الثالث الابتدائي. موعدنا مع الحصة الثالثة تمرين 3 اكتب الارقام الناقصة. هنا عطيك بطاقة ديال العدد وقال لك يعني حطهم بلاصة فين الوحدات فين العشرات فين المئات فين الالاف. هنا كذلك هنا كذلك وهنا كذلك. إذن هنا فينا هو رقم الوحدات هو 3، نديرو 3 هنا بكل بساطة سهلة جدا. هنا رقم العشرات كيجي هو الثاني هو 2، رقم المئات كيجي هو الثالث هو 1، رقم الآلاف هو 9. إذن شفتو 3 ديال الوحدات، 2 ديال العشرات، 1 ديال المئات، 9 ديال الآلاف، والعدد هو 9123. ها 9000 شحال من 100؟ 101 نقول 123، 3 ديال الوحدات و20، 2 ديال العشرات. نمروا هنا الرقم العدد الثاني، العدد الثاني. إذا فينا هو الرقم ديال الوحدات هو اللي كنبداو به هو 9، حداه رقم العشرات 9 أخرى، رقم المئات هو 1، رقم الآلاف هو 3. إذا نقراو العدد 3000، هات كتشوف شنو فوق 3199. نمر بهذا العدد في البطاقة في ورقة الوحدات هو 8، رقم العشرات 7، رقم المئات 6، رقم الآلاف 5. إذن شحال هو العدد؟ 5678. نمر بعدد اخير في هذه الجهه هذه. هذا العدد نحاول نكتبوه، شحال من وحده؟ 5 وحدات. شحال من عشره؟ 6 عشرات. شحال من 100؟ 700. وشحال من الاف؟ 8000. لاحظ معايا جيدا. دابا ملي نبغيو نقارنوا بين هاد العددين شنو نكتبوا؟ ملي كنبغيو نقارنوا بين عددين اول حاجه كنحسبوا باش نشوفوا شكون كبير شكون صغير، وهذا الرمز هذا كتعرفوا الحاجه الكبيره فين كتكون، واش في هاد الجهه ولا في هاد الجهه. حاجة كبيرة هي اللي كيبغي ياكلها التمساح كيحل فمو عليها باش ياكلها. إذا هنا كتكون حاجة كبيرة، هنا الحاجة الصغيرة اللي كيدور لها ظهرها ما كيديهاش فيها، هنا تاني حاجة كبيرة، هنا حاجة صغيرة، شفت الفم ديال التمساح حلو؟ يلاه دابا نرجعو نشوفو شكون الكبير. أول حاجة كتكون التقنية اللي تعلمنا، أول حاجة هو أننا نحسبو عدد الأرقام ديال العددين بجوج، هذا العدد وهذا العدد، نحسبو عدد الأرقام، ها 1 2 3 4، وهنا 1 2 3 4 4 4 هنا 4 هنا. ملي كنبداو دابا المقارنة دابا تقادو في الأرقام، دابا نبداو المقارنة، ملي كنبداو واش كنبداو المقارنة من هنا ولا من هنا؟ ديما نبدا من اليسار، علاش غنبداو من اليسار؟ لأن هادي فيها الآلاف، هادي فيها الوحدات، واش الوحدات مثلا عندهم بزاف ديال الوحدات؟ واش عارف ما عندهم بزاف ديال الآلاف؟ لا، إذا كنبداو من الحاجة الغليظة، الحاجة الكبيرة، حاجة سمينة. إذا الآلاف غنقارنهم، هادي 9 وهادي 3. إذا فينا ولا كبيرة هي 9، دابا بلا ما نشوف هذا كاع، صافي راه بانت لي بأن هذا أكبر من هذا غير انطلاقا من العدد ديال الآلاف، هذا العدد ديال الآلاف ديالو 9، وهذا العدد ديال الآلاف ديالو 3، إذا هذا العدد كبر، فنحطو كبير نحطوه قلنا في الجهة اللي عيّنا لها التمساح، 9123، والعدد الصغير في الجهة الأخرى، 3199، باش عرفناه صغير؟ لأن غير من الرقم ديال العدد ديال الآلاف عرفناه، هادو عندو 9000، هذا عندو العدد 3000، إذا باين هذا اللي كبر. ندوزو نقارنو بين هاد الجوج. إذا أول حاجة كيما قلت لكم تعلمنا نديروها هو نحسبو عدد الأرقام، 1 2 3 4، 1 2 3 4، هاك 1 2 3 4، وهذا 1 2 3 4، إذا بحال بحال. دابا ملي نبداو نقارنو واش نبداو من هنا ولا من هنا؟ كنا نبداو من اليسار لأن فيها الآلاف، هادي 8 وهادي 5، شكون اللي كبير 8 ولا 5؟ إذا 8 هي اللي كبير، هاد العدد هو اللي كبير، فنحطو في الجهة اللي عيطو التمساح 8765، وهذا 5678. واضح؟ دابا نمرو التمرين رقم 4. التمرين رقم 4 يقول، تبعوا معايا مزيان، نشوفوا شنو طالب منا التمرين رقم 4. قال لك اكتب الاعداد في كل جدول ثم اقارنهما بنفس الطريقه اللي درنا الفوق غنديرو لتحت نفس الطريقه. اذا 1 2 3 4، 1234، الواحد رقم الوحدة ديالو هو 4، العشرة 3،
المئات اثنان، الاف واحد، الف ومئتين اربعة وثلاثين. نمر العدد الثاني، شحال الوحدات؟ اثنان، العشرات واحد، المئات ما عندناش والو صفر، الالاف جوج، هي 2012. ما سمعتيش المئات حيت ما كاينش كاين صفر. 5164، رقم الوحدات 4، العشرات 6، المئات 1، الالاف 5. يعني نحسبوا دابا بغينا نقارنوهم، شوفوا شكون كبير كاع العيال ولا التمساح نحطوه هنا اللي من مورا هنا، والصغير هو كاع هنايا. اذا اول حاجه في المقارنه كنحسبوا عدد الارقام 1 2 3 4، هنا 1 2 3 4، هنا 1 2 3 4، كلهم قد قد. اذا ملي نبدا المقارنه، نبدا المقارنه من الالاف، شكون الكبير كاع هو اللي عنده الرقم كبير ديال الالاف. اذا هنا 5 وهنا 2 وهنا 1، شكون الكبير كاع هو مول هذا 5، نكتبوا هو اللي كبير هنايا 5164. شكون اللي تابعوا؟ واش هذا ولا هذا؟ يعني شكون اللي كبير؟ واش الواحد ولا جوج؟ كبير جوج، اذا هو اللي غيجي يتابعوا 2012. شنو غيجي يتابعوا؟ هذا الخلق الصغير هو 1234. بنفس الطريقه نخدموا هنا، رقم الوحدات 7، عشرات 1، المئات 6، الالاف 2، 2617. هنا رقم الوحدات 2، رقم العشرات 8، رقم المئات 9، رقم الالاف 6، 6982. ندوزو الرقم الاخير، العدد الاخير، رقم الوحدات 1، رقم العشرات 7، رقم المئات 1، ورقم الالاف 9. اول حاجه باش نبداو نقارنو، نحسبوا عدد الارقام ديال كل عدد، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. نتبع مع هذا، انا كاين واحد الخدعه هنا، ما خلالكش الكبير من هذا الجهه، رد لك الكبير من هذا الجهه. باش عرفنا؟ باش عرفنا بان الكبير غيكون هنا والمتوسط هنا اللي تابعو، والصغير هو كاع هنا، ماشي بحال هذا. هنا راه كلم لك داك الشيء باش تدوخ، كي كنقولوا له حنا ما كندوخوش، علاش ما كندوخوش؟ حيت كنشوفوا الفم ديال التمساح فين كياكل. الفم ديال التمساح قلنا كيبان الحاجه الكبيره، اذا فين هي فين دور مجهول التمساح؟ في حال الفم، بحال الفم على هذا الجهه، اذا الكبيره عفوا هنا. دابا نمشيو نقارنو نشوفوا شكون اللي كبير في عدد الالاف. اذا هو اللي غيكون عنده رقم الالاف كبير، عندنا 9 وعندنا 6 وعندنا 2، شكون اللي كبير في نظرك؟ 9 و 6 و 2 هو 9، اذا هذا هو العدد الكبير كامل. فين غنحطو؟ واش هنا ولا هنا؟ قلنا التمساح كياكل حاجه كبيره، اذا نحطو هنا. هنا راه خدعونا باش ندوخو نحطو بحال هكا، ولكن لا، هنا حاضر راسنا 9171. شكون اللي مورا؟ بقات لنا 6 و 2، شكون اللي كبير؟ 6 ولا 2؟ 6، اذا نديروها هنا 6982، والصغير كاع هو 2617. فهمتوا الطريقه؟ ديما رد بالك من هذا الرمز، اعتبره بحال شي تمسح كيحل فمو ياكل حاجه كبيره بطبيعه الحال. نمروا الان للتمرين رقم 5، تبعوا معي مزيان. التمرين 5 يقول: اكتب كل عدد في البطاقه المناسبه. عندنا هذا واحد مستقبل عددي فيه 1000، 2000، 3000، 4000، 5000. هنا عندنا البطاقات، عندنا 1300، 5200، 2800. بطبيعة الحال الأعداد من الصغير حتى الكبير، كبير لهذا الشيء وصغير. واش دابا في نظرك مثلا غتجي تقول لي أنت 5200 نكتبها هنا؟ غنقول لك لا، علاش لا؟ شوف 5200 واش هي أكبر من 1000 ولكن أصغر من 2000؟ لا، حنا خصنا شي حاجة تكون أكبر من 1000، عاد هنا كاين 1000 وهنا كاين 2000. حنا بغينا شي حاجة تكون كبار من 1000 حيت جات مور 1000، وصغار من 2000. شنو هي الحاجة اللي كبار من 1000 وصغار من 2000؟ هادو كاملين كبار من 1000، ولكن شكون اللي صغار من 2000؟ كاينه واحدة فيهم اللي صغار من 2000. هادي 2800 كبار من 1000، 5200 كبار من 1000، هادي غير 1800 باقا ما وصلتش ل 2000. إذا هادي اللي غنديرو هنايا، قاولنا هاد الجوج، قالت لنا هاد البطاقة هادي كيقول لك هاد البطاقة فين جات؟ جات مور 2000 وقبل 3000، يعني صغار من 3000 وكبر من 2000. بقات لنا هادي وهادي، 5200 صغار من 3000 ولا كبار من 3000؟ إذا شنو هي اللي صغار من 3000 وكبر من 2000؟ هي 2000
800. وهنا اللي بقى لنا اللي كبير كاع 5000 ومن فوق، كبار من 5000 هي 5200. اذا اكبر عدد هو شكون اللي كبير كاع فيهم هو 5200. كنهضروا على هذا الشيء اللي في البطاقات. واصغر عدد هو 1300. اصغر عدد من هاد الاعداد ماشي هاد اللي في المستقبل، اصغر عدد هو 1000. ولكن انا كنهضروا غير على هاد اللي في البطاقات اللي عطانا هذا وهذا وهذا. كبير فيهم هو 5200 والصغير فيهم هو 1300. واضح. ندوزو للتمرين السادس والاخير، تبعوا معايا مزيان. التمرين السادس يقول اكتب الاعداد الى اعداد 5900 و 4800 و 4100 على المستقيم العددي وارتبوه. انتبه حنا نشوفوا هنا شحال كندوزو. كنشوفوا هنا 4000 وهنا 4500، شحال بداتهم من شرطه 1 2 3 نجربوا 100. 4100 4200 4300 4400 4500 بالصح، هذه 100 كل شرطه فيها 100. اذا شنو نقولوا هنا؟ عندنا 4100، اذا هي الشرطه الاولى 4100. شنو باقي خصنا نحطوا؟ 4800. نتبعوا ونشوفوا 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800. هنا لقينا 4800. احنا دابا درنا هذه ودرنا هذه، بقى لنا 5900. ها 5500 باش ما نبقاوش غير غادي بوحده بوحده. 5500 ونكملوا 5500 5600 5700 5800 5900. وها هي 6000 كملناها. اذا قال لك رتبوهم. رتبوهم فين هو الفم ديال التمساح؟ في كيشوف شنو باغي ياكل؟ باغي ياكل كبيره كاع. والكبيره فين هي؟ هي هذه ديال الكبير 5900. وشنو الصغيرة كاع مرة؟ هي 4100. وشنو اللي وسطهم؟ هي 4800. هذه هي الصفحة 31 كملناها انتهى.